على محمد رسول الله. الضمير يعود على علي ناسيك ويعود على اسم الإشارة هذا رجل معقولة بقى بشير على واحد مش عارف يعني اسم الموصول المعرب بقال المضاف للمعرفة فيه معرفة لا أقسام صح؟ اللي ما كانش فيه معرفة يبقى إيه؟ طيب اقرا الآية الأولى متلفة وهو الذي في السماء ده متعرف مرتين هو والناس الضمير عرف المعارف والناس اسم موصول تاني لما تلاقي طعن في القران ده نزل بعيدا فالاجابه في نفس الايه؟ الطعن لو رحت بعيد هتضل مش هتعرف تقول في نفسي في قلبي وفي بطني وفي رجلي ده مش عيب بقول له ما واحد يسالني قلت له يا عم يعني ايه نكره؟ قلت له اله نكره وانت بالذكرى دي مش نفهم ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ده كان عسر كان عسر عسر ليه عسر انت معرفه بعت الكتاب واشتريت الكتاب يبقى اللي بعته ولا اشتريته بعت الكتاب واشتريت الكتاب اللي كتب ليه انا نجم صح فده وهو الذي في السماء اله هو مين والذي مين بدا اتعرف كم مره وتقول عليه نكره يا جاهل وصلت انا كسرت الاب ومن غير ما اخش اقول في قلبي وفي بطني وفي قريب معانا يا عم الحاج ولا معانا يا عم الحاج قلتش حاجه تضحك عليك ما ينفعش كده فرخه بتقول يا عم ده الضيف ده طب هنتعلم كده استاذ حضرتك عشان نوضح الايه دي اذا الله لوحده كده دي نقره لكن هو الله يا عم الحاج اله هو الذي في السماء اله اله لوحده كده تبقى نقره يبقى نقره لكن دخل وهو الذي اتعرف مرتين يبقى الإجابة في نفس الطعن هو طعن في الآية دي يقول الإجابة فين؟ فين الآية؟ مش هات الآية الأولى ولا دي؟ شكرا ولا أقوله في قلب ولا في بطن ماشي؟ عايز تقول إيه بقى؟ ضبط السماء كفاية السجين للإيه؟ الكتب وللكتاب تنفع للكتاب اسم إيه؟ تنفع الكتب قرب المايك عشان الحريم عايز يسمع علشان تفهم دي أفهمها لك أكتر لا يسمعون فيها لا جبت اسهل اسهل شوية يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم يتنازعون ايه؟ كأس ماسكين ما بين تنازع تنازع بكيف كأس واحد اللي دفع عليها كمان يا وقعة شوف الطعم اللي جابه فين؟ ها؟ في نفس الطعم اوعى تروح بعيد هتروح بيت هتضيع مش عارف تجاوب البيت اللي جاي بيعمل ايه؟ طب ازاي يا لغو فيها ولا تسيء؟ طب هات الاول كاس عشان تفهم كاس هنا ايه؟ اسم جنس خلاص خلصت حل الدين رب المشرق والمغرب اسم جنس رب المشرقين الارض كرويه فيها مشرق ومغرب كل واحده يبقى مشرقين ومغربين وكل بلد لها مشرق ومغرب يبقى مشرق ومغرب على الاصل حل يبقى كاس اسم ايه؟ طيب هنا التنازع ماسكين مين؟ قال لك لا كلام ولا تأثيم لا تأثيم اسم يعني لا في اباحه ولا في ادب ولا ولا حتى لغو ما يؤدي الى الايه؟ الى الايه؟ اللغو هنا ايه؟ بعديه واو اللغو هنا اسمها ايه؟ للمغايره دي غير دي لو كان لغو اسم ما كانش يعترضوا عليه وصلت محمد وعلي بيعترض على ده على ده يبقى ده غير ده وصلت يا ابني ولا يبقى لا فيه اثم ولا فيه لغو حاجه تؤدي الى ايه؟ ايه هو اللغو؟ ما يجب ان يلغى. يلغى لانه حرام لا انا مش حرام، لانه اسم لانه مش اسم. وما اللغو يعني يلغى ليه؟ لو احتمال يؤدي الى ايه؟ يبقى لا فيه تاثير ولا في حاجه حتى تؤدي الى التاثير. وصلت؟ فهمت يعني؟ يبقى التنازع ده شكله ايه؟ محبه بقى. يبقى دي الاجابه هي في نفس اللغو ده بتاع تحت انا الاول انا اخد الاول مش تسال بيحبوا بعض مش قاعدين مبوزين على سرر الايه؟ مفهوم؟ على سرر مش قاعدين على الارض. ها؟ متقابلين على الوجه في الوجه مش مدينا جنب ولا مدينا بعض. وكمان بيتنازعوا بس المنازعه على لغو ولا تقسيم. لا انا الاول شفت الاول ليه؟ انا شفت الاول بيحبوا بعض ولا مش بعض. يبقى التنازع هنا مش نبابيت بقى انت جاهل انت شفاه فحط الطعن حط الاجابه في نفس الايه؟ الطعن. وصلت يا عمي؟ خلاص أولاد بلدك وصدق بكلمات ربها وإيه؟ وكتاب فمن صدق الكتاب صدق كل كتب ومن كذب الكتاب كذب قوم نوح ها؟ المرسلين
هو نوح ده رسول ولا مرسلين؟ ده أول رسول حصل في التاريخ سيدنا نوح. يقول كذب القوم نوح ليه؟ نوح ده أنا مرسلين. طب ليه؟ من كذب الرسول كذب بكل الايه؟ ومن كذب الكتاب كذب بكل الايه؟ مفهومه؟ يبقى اسم الجنس على جمع الكتاب على الجنس؟ وصلت؟ فما بلغت رسالته رسالاتي ده على المفرد وعلى الايه؟ اسم الجنس. أصلاتك تأمره لصلاة تؤمر ولا دين؟ أدينه يبقى ده مجاز مصر. بس الصلاة على قراءة بقى غير حمزة وبساء وخالف وحفص أصلاواتك ده على الأصل والصلاة واحدة. وصلت؟ سهلة؟ أحلي لك المشكلة بقى من بذورها. خد الحتة دي. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ما فايدة تركعوا مع الراكعين بعد أن أقوموا الصلاة؟ جو؟ لا أدري مش عارف نص العلم لا أدري. عشان تتعلم ولا أدري علمني كده علمني يبقى أنت قتلتني. يبقى أنا لو كتبت العلم يبقى لجام من النار يكتبون ما أنزل مش كده يلعنهم النار عنهم يعني. لكن لا بين فرقة كتير يا عم هتبين أصلحوا بقى فين؟ يبقى في جاهل يعلم إنه جاهل ده جاهل علموه غصب عنه مش فاهم ذلك. لكن جاهل ولا يعلم إنه جاهل ده أحمق مش كده ما تعلموش دي. من أعطى الجهال علما أو أعطى ليه؟ الأعراب عشان كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا. مهم عيب عمروا إيه؟ 75 مخرج القرآن ده معروف كانوا خطر على الدعوة أكثر من الكفار أكثر من المشركين. ده تجدلنا شركة داسعة دعوة اليهود ولدنا شر لكن على المنافقين هم العدو مش هم الأعداء بقى لا ده هم كلهم جمع عدوى خرسانة يعني بقاش فيهم عداوة ولا أشد عداوة ده هم ده مفهوم شر الناس الوجهين إصلاح ذات البين أفضل من الصلاة والصيام والصدقة. إيه الفائدة من الصلاة والصوم والصدقة وده قال بقيسه منافق وجهين تقول رعينا وتقول هرعونا ودرعايا لكن مفهوم افهم الكلام صعب الكلام ما أظن حد عنده سؤال تاني الأسباب اللي تساعد على تبييض الأموال يا بني هكا مرة في القرآن اسمعنا كده ايه عدها العيب واسم يا بني كانت ست مرات في القرآن يا بني هكا معنى يا بني تقصص يوسف يا بني ان يرى في المنام الصفوان وثلاثة وضع في لقمان ليه؟ عشان التربية يا بني لا تشرك بالله يا بني ان تقبل الصلاة حبة يا بني يعقب الصلاة ليه الثلاثة مع بعض هم في لقمان ليه؟ تربية. تربية لابد أن تترتب على ثلاثة مكاسب. واحد العقيدة. عنده عقيدة ولا ما عندهم؟ يا بناء لا تشرك بالله. بعد ما تعلم العقيدة علم المراقبة الإحسان بتاع عبد الله لك تراه. يا بناء إنها تبقى مثقال حبة من خار تبقى في صخر أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله ويأتي بها. فأنت أكد على نفسك أن تضحك رب الله من الآخر. بس معلمته ايه دلوقتي؟ المراقبه الاحسان. ايه رايك ربنا؟ هتقف على شرطي؟ شايف؟ 10 اما شايف؟ يبقى ايه نمره واحد العقيده نمره اثنين المراقبه. بعد كده ادوا له عزيمه بقى. والعزيمه لها اربع مقومات. واحد يا ابن اخر الصلاه وامر مش عامر بالمرض وقدام عن شيء واصبر من ذلك بس شوفوا عزم ربكم انا وياك ثلاث مرات واحده فين؟ ثاني عمران والثانيه ايه؟ الثالثه الثالثه في الشهره بقى وصلنا ربنا ذلك اللامين عزم الامور ذات اللام ليه؟ عرفوا عزم الامور؟ اه ليه ذات اللام ذات في الشهره؟ اكيد فكر فيها والتوكيد بتاعي الاول بس خلص انا مش يبقى عايز تربي ابنك صح؟ عقيده مراقبة عزيمة وكل واحدة لها حكاية بقى اهي لو ربيت ابنك وبنتك ومراتك ثلاثة دول خلاص اطمئن اطمئن هتيجي الست الفقيرة اللي كلها هيموت من الجوع ويراودها راجل غني وحتى آخر لحظة وقع بين شعبها الأربع تقول يا رجل هل نام الناس؟ قال نعم نام الناس قلت له هل نام رب الناس؟ تركها وانصرف علمته ايه؟ المراقبة حتى في بعض ما تبقاش دم
إذا استيأس الرسل ظنوا وتأمسوا وعد الدائم طلب منها المال طلب المال ولا تحمد الجور آخر حقيقة قالته انظر هل نام الناس هل يرانا أحد؟ قال والله لا يرانا إلا الكواكب قلت أين كوكبها يا جاهل؟ علمته الإيه؟ لو أنت عندك مراقبة بنتك عندها مراقبة ومراتك عندها مراقبة إيه الكلام؟ لو كل واحد فينا عنده مراقبة اللي بيسرق واللي بيه والملية والكل كله عايش صح يبقى أول حاجة عقيدة يعني إيه؟ مراقبة تالت حاجة ماشي أنا غلطان سيبونا القرآن أحكي لك حكاية صغيرة واحدة أزهرية 20 سنة أزهرية حافظة القرآن أنت يا أخي الحجاب فلقتونا دي ما فيش حجاب في القرآن ده الحجاب لما جه في القرآن جه معنى الدار أو باب فسألوها الموضوع حجاب طب حديث تقول لها والسيد عايش قالت لما نزلت آية الحجاب ها كل أزواجك هتقول لها إيه هتكلم مين ده أزهرية حافظة القرآن دي ما عندهاش عقيدة أصلا افهم الكلام سيبك من أزهرية حافظة القرآن فين؟ على جمعة مش هادا وش في افهم الكلام العقيدة فين؟ علمها العقيدة بقى قلت له بقول لك ايه؟ هو بصراحة الحجاب مش مقرر عليك ومش مفروض عليك ازاي؟ قلت له بقول لكل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين قلت له عن نساء المؤمنين بتتمحك في المؤمنين ليه؟ هو بتكلم عن نساء المؤمنين انت تبع نساء المؤمنين؟ انا علمتها ايه بقى؟ شوف عقيدة ومراقبة خلاص خلصت راحت من يومها لحد النهارده انت ايه الكلام؟ ماشي يا عمي بقى ايه نمرة واحد لا تشرك بالعقيدة ليه؟ ها؟ عندك حاجة لو هيتبعوك مش هتسلم مش هتهدي مش هتهدي مفهوم خلاص شكرا انا عايز تقول ايه يا اخويا؟ خارج ولا مش خارج ولا بالله فلوس؟ هل حضرتك في الخطبة بتتكلم على موضوع معين في الناس؟ لا هل الصبر بس؟ ما هو الصبر معناه ايه؟ بعد الصبر طب اصبر بس على الكلام على اي صبر اصبر اليمان يا حبيبي تمام في صبر على الطاعه في صبر على المعصيه في صبر على المصيبه في صبر على الرخاء في صبر على البلاء احنا في صبر على البلاء ما احنا كل ده على الصبر صبر على ايه؟ بصوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله ايه؟ مع المصلين ولا مع الصابرين؟ لان الصلاه دي عايزه صبر القعده دي عايزه صبر وصلت ايه؟ انا برضه عايز تصبر عليا وتكمل لي لا انا اخلص الراجل ده بس الاول كنا قلنا اخلص الصلاه على ايه؟ وقال الصلاه ده بقى صعب ليه قالوا اركعوا معاه؟ وقام ركعتين ليه؟ لانها بعد ما اقوم الصلاه ما انا اقوم الصلاه طب ممكن اقول حاجه؟ هو ممكن يكون مقصود بيها احفظ على صلاه الجماعه الجماعه ليه جبت امن من معا معين ليه اقيم الصلاه ما تفشي جماعه؟ لا هات الزكاه ما تفشي جماعه؟ لا ليه؟ في قاعدة اسمها ايه؟ مش اسمها بس تشتري بقى بس ريح شديك لسانه واثنين لابقول اركبوا سياراتكم القسمة تقتضي الأحد بكل واحد سيارة فأقيموا الصلاة القسمة تقتضي الأحد بكل واحد صلاة قال زكاة كل واحد ثلاثة زكاة لكن كلمة وركعوا معا دلت على الجنة شكرا وصلت؟ سهل ها عايز ايه؟ زهدت سنة ايه؟ انا صبر على الطاعه، صبر على المعصيه، صبر على البلاء، صبر على الرخاء، صبر على الرئيس، صبر كل حاجه، صبر الحياه، صبر الصبر نصف الايمان. وان شاء الله من يتقي ويصبر في الله تعالى. النفسيه العمليه في التطبيق العملي. لا تروح نفساني بقى. تطبيق نفساني. ما احنا محتاجين احلى دكتور نفساني. ها؟ لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلاش. شو بيقول لك ايه علمك ازاي؟ واحد بيقول له اوصيني قال له لا ترضى اوصيك لا ردد ان رانا لا ترضى ما تقدرش من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ولا تقل حسبك حسبا لو كل صلاه بتقول استغفر الله ثلاث مرات بس تكونها بقلبك من لزم الاستغفار ده الاستغفار حتى في عباده الاستغفار يجوز الاستغفار يفرج الهم الاستغفار من لازم الاستغفار دعا الله من كل ضيق المخرج يعني من الفرج ولا دخلوا حتى حتى دلوقتي يصبر بس لو الصبر الحق هيصبر على الباطل على الحق على الحق تمام مش مطلوب من المسلم يكون اكثر عمليه يعني يكون عملي اكثر من كده ما هو ده الصبر عمل ده له دور ثاني اكثر من ما هو ده الصبر ده مع الصبر ما هو ده صبر كلك تروح تشتغل ده صبر اللي قلنا بس ماشي والله ما ده ممكن ما لا شيء من قال لك
عايز جاجرني السياسة. أنا مش لا مش سياسة. لا نور ولا سلبية ولا كل عام صحابي يعني. هي مش سياسة. ما عندي يقول. حد عنده سؤال تاني؟ حضرتك مش هنتدخل على الطرف السياسي في اي حال الاحوال، ولكن كل المشكله اللي بتعاني منها الامه كمصلين وغير مصلين ومزكين وغير مصلين، كل ما نحن فيه والمراقبه وخطبه حضرتك الله علينا هي نقص ماده العقيده. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه اول ما بدا لم يعلمهم صلاه ولا زكاه. علم ولادك العقيده وعلم الناس العقيده وان شاء الله. يا مولانا هل العقيده كتاب اقرافي لوحدي؟ هل العقيده ان انا اتعلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه 13 عام. علمهم ازاي؟ اين علماء العقيده؟ علمهم ازاي؟ الجلسات العلميه ومجلس العقيده. نجلس انا جالس معاك. لست عالم عقيده فاين علماء العقيده؟ ابحث عنه. طب العلم ولا بص فين؟ مش كده؟ اطلب العلم. خش على النت، انا عامل جامعه على النت وعامل دروس العقيده الشيخ هقول لك، عامل دروس في النحو، دروس في الصرف، دروس في الحديث، دروس في القراءات، دروس في التكوين، وهستلمك لحد يخلصك. ماشي؟ تاني خدام، اي سؤال تاني؟ وانت خش وانا هعلمك الصرف. مش عايز صرف، هو الراجل هيقول لك الحاجات بتاعه والتليفونات. طب عايز طريقه لمجاهده النفس على كل شيء، اولا على العبادات، الطعام، الشرب. خش معانا في الجامعه دي واحده واحده، اصبر علينا وهنوصلك. احنا بنستاذن حضرتك ان حضرتك تزودنا في محله مرحوم ويكون الدرس عقيده وليس خطبه عامه، لان العقيده دي ماده عايزه عيب معاك. وهو ده حضر الماء مطبق يعني عم الشمشان اهو. لا يا مولانا. لا لا لا. اي سؤال ثاني؟ السلام عليكم. السلام عليكم. Thank you.